أعضاء اتحاد المرأة والأسرة العربية في النمسا، أهلا بك كلاكيت تاني مرة. زي ما أنتوا طلبتوا إحنا وفينا بالطلب، وتاني مرة عملنا رحلتكم المفضلة إلى مدينة الأقوى لاند المائية بيتشيك، وطبعا أنتوا عارفينها من أكبر المدن المائية التي تخص أكثر من 27 حمام سباحة وأكثر من 44 روتشة أو زحاليق زي ما إحنا عارفين. والمدينة ممتعة 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 زي ما أنتوا تعودتم. إحنا بننهي شهر 9 أو شهر 8 أنا أسفة، وبداية شهر 9 بالمدينة المائية طبعا عشان خاطر الأسرة العربية وخاطر أبنائنا بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد. وطبعا بنهنيكم، مش معنى كده ان رحلاتنا خلاص انتهت على الفترة، لا، انتظرونا في رحلات جديدة، رحلات متعددة في أماكن متعددة داخل النمسا وخارج النمسا في كل أنحاء أوروبا. ويلا بينا في تقريرنا المميز إلى أكوالاند بيتشيك مورفيع، تفضلوا معنا. واكثر فئه مستمتعه معانا هي الاطفال، وده اهم حاجه بالنسبه للاطفال عشان يدخلوا العام الدراسي ومعاهم طاقه ايجابيه يقدروا يحققوا اكبر النتائج واكبر الدرجات. فرجوا معانا على فرحه الاطفال، اطفال جميع الجاليات العربيه في النمسا، فرجوا على فرحتهم وفرجوا على الالعاب اللي هي تخصهم هنا وهنا وفي كل مكان. ولسه ولسه ولسه، ده جزء صغير جدا من الأكوالاند المائية. خليكم معانا في تقريرنا المميز عن كل مكان بنروح فيه من ضمن رحلات وسلسلة نشاطات اتحاد المرأة العربية والأسرة في النمسا. خليكم معانا. We'll be right back.
تمت رحلتنا على خير والناس انبسطت كالعادة متعودين معانا، والاطفال انبسطت الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يبتدي عام دراسي سعيد عليهم. ونوعدهم طبعا في خلال اجازات المدارس ان شاء الله اللي جايه هنحاول نعمل لهم حاجات حلوه وحاجات جميله. وبنشكرهم وبنشكر كل الناس اللي كانوا معانا في فتره الصيف، كل الجروبات الجميلة اللي حضروا رحلتنا، وبشكرهم من كل قلبي وبتمنى لهم عام دراسي سعيد.